في البداية نرحب بضيوفنا الكرام معنا في الاستوديو احمد مسبيح ابو تركي. هلا وسهلا فيك. حياك الله ابو جود. طبعا لابد تعطيني فرصة دقيقتين. اكثر حلقتين عادي. مبارك لك احنا وكذا ونحتفل فيك، ما فيها شيء. انت صحفي محترم تعطي كل واحد حقه، بس عندك ميول هلالية اليوم، مبسوط. الله يسعدك. ومتشقق حقك، ما في شك، زي اي واحد مبسوط. اقول ابارك الهلال، ابارك الهلال البطولة الستين حقيقة جابها بعد جهد كبير مع منافسة مع شقيقة النصر اللي قلنا العام الماضي باركنا له، نقول هارد لك الوصافة. ايضا ابارك للجماهير الرياضية، مو الاتحادية فقط، بقاء الاتحاد، بقاء الاتحاد في مكانه الطبيعي، واتمنى ان شاء الله يكون درس. ما نبغى خلاص نتكلم الان، اعتبره فرح، كان بطوله بقاء الاتحاد. ابارك ايضا البرازيل قصيم التعاون، والعاد فارس الجنوب، اعتبره فارس الجنوب ضمك، يعني كل التحيه ايضا لابها، لكن ضمك بعد اللي سواه عقب التوقف. صحيح، فريق رفع له القبعه، الرئيس صالح بن خان، المدربه بن زكري، فريق يعني بالمعنى الكلمه يستحق البقاء. وهارد لك اللي هبط، الفيحة والعداله والحزم. إن شاء الله يستفيدون من الدروس. أكرر تهنئتي للهلال، وأشكر أيضا كل الجهات اللي ساهمت في نجاح هذا الدوري رغم الظروف، رغم الوباء، رغم المشاكل. إلا عندنا بعد التوقف كان في عمل جماعي مثلث جميل بين وزارة الرياضة واتحاد القدم ورابط المحترفين، وتحديدا رابط المحترفين اللي هي اللي تنظم الدوري، عمل جبار نتج عنه نجاح دوري جميل وتتويج أجمل.